كتم بقى. شوفوا بقى، بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس، انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامره ممكن توديكوا في 60 داهيه. خاف على نفسك يا اخويا. اقعد بس استاذ سامي الكلام. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. هلا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يالي عليكي تاني. و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت. انا عندي مشكله. عمري اصلا انا عيانه وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ ايوه. انا كنت شغال في صحه باب الشعريه. اشتري مني، انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس. لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. طب وطي صوتك وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمور، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا. انا هموت هنا. لا يا حبيبي. انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ هتجيب رحله يا حبيبي؟ خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص ايه ده؟ كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه؟ بتقول ايه على صوتك؟ لا انا اتطرشت الاول، كنت بسمع تشرش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب من غير. يا جدعان ما يمشيش كده يا جدعان. يا جدعان احنا مش كده ولا ايه؟ احنا فين الاسبوع؟ يا عم يا عم يا عم عمرو بقى مش وقت. اسمك كده انت مكانك. انت بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حرامية. مالكش دعوة بيا. اثبت شهادة انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزا؟ يا ابني اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده ياه. ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك ان احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يلا انت هتشحت.
في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك، الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني، هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مختبر العمر، اديهم فرصه تانيه، تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها، سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هما فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي، ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك، حضرتك اخص عليك يا زمن، ولا وجه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ مش سامع يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضو ما مفيش. بس خلص الكلام، هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين خدتكم كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبع الله. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه، اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهية الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول، الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص بالشياكه. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا أكسب. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟